السلام عليكم. بعد ما خلصنا سافانا فورست هنتكلم النهاردة عن أمازون رين فورست. أمازون رين فورست دي غابات، بس غابات مطيرة على عكس سافانا. سافانا قلنا إن هي دراي هاف أوف ذا يير، يعني هي جافة تقريبا نص السنة، عندها 6 شهور فيهم مطر و6 شهور تانيين مفهومش مطر، فدي عندها دراي. عكسها أمازون رين فورست. رين فورست يعني مطيرة، دي غابات مطيرة عندها مطر تقريبا معظم أيام السنة. موجودة فين الغابات دي؟ موجودة في أماكن كتيرة زي البرازيل. تتميز بإيه غابات الأمازون؟ بتتميز بإن فيها هواء شديد جدا، رياح شديدة. طيب في المكان ده هيبقى البلانت عنده مشكلة في إنه يلاقي مية؟ لأ، المشكلة في المكان ده عند النبات إن هو يوصل لضوء الشمس. فتعالوا كده نتكلم الأول على أمازون رين فورست. Amazon rainforest such as Amazon rainforest of Brazil، يعني مثل غابات الأمازون اللي موجودة في البرازيل. It's rainy most of the year. It's rainy most of the year. هي مطيرة معظم أيام السنة. So it's easy to find water. علشان كده لذلك هو من السهل إن أنت تجد المياه. طب بتتميز بإيه بقى أمازون رين فورست؟ It's characterized by إنها تتميز ب strong winds، رياح شديدة. There is tree، فيها شجرة، زي ما خدنا في السافانا إن في هناك شجرة اسمها أكاشيا تري، هناخد برضو شجرة بتعيش في الأمازون ونشوف هي ازاي بتقدر تتكيف مع البيئة دي. الشجر دي اسمها ايه؟ اسمها كابوك. تعالوا نشوف. There is a tree. يوجد شجرة. That can be seen. التي يمكن أن نراها. Emerged high. يعني منغمسة لكن عالية. Above other trees. فوق الأشجار الأخرى. Which is kapok tree. Kapok tree. يبقى الشجرة اللي بتعيش في الأمازون واللي احنا هندرسها اسمها ايه؟ كابوك تري. شكلها ايه يا ترى؟ شكلها شكل الأكاشيا بالظبط، أمبريلا شيبت تري.